متابعين قناة نيشان، الآن كتوجه هنا بطريق السيار بين مدينة مراكش ويعني مدينة مراكش والدار البيضاء كما كتشاهدوا. هاد الحادثة السير اللي كتعرفها اليوم صباح اليوم هاد المنطقة هذه بخصوص هاد السيارة الخفيفة اللي الآن دخلت في هاد العمود الكهربائي كما كتشاهدوا. المتتبعين ديال نيشان الآن من إطراء هاد السيارة اللي دخلت هاد شاهدوا المتتبعين نيشان الآن هذه الحادثة الخطيرة. يعني صراحة أنا كنشكرو يعني بخصوص تدخل رجال الدرك الملكي في الوقت المناسب، يعني لكانت تكون كارثة الحمد لله على الله، لأنه دخلوا هذا الوقت المناسبة يعني كما كتشاهدوا. يعني الحمد لله ما كاينش شي أرواح، يعني ما كاين لا أرواح لا والو. يعني هذه تامر اصطدام السيارة بهذا العمود الكهربائي.